السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل لكم حامل للموبايل عشان تتفرج على الموبايل وما تفضلش ماسكه بإيدك طول الوقت لأنه يتعب لك إيدك. حامل بسيط ومش هنستخدم فيه غير قطعة خشب بسيطة، قطعة خشب كونتر قبل كاش أي تخانة أو قطعة سويد أو المتاحة عندنا قطعة 10 في 10. هنبدأ نقطعها بالساحة أو المنشار. وهنبدأ إن احنا نعلمها من الزوايا بتاعتها من على بعد سنتي. وهنرجع نوسطنها من النص بنفس الشكل كده، نفس العلامات اللي شايفينها في الفيديو حضراتكم. وهنبدأ نعمل على بعد سنتي من المنتصف ومن اليد التاني سنتي ونص ثقب، وهنقطع الزيادات بتاعتنا من ال4 طروف. وهنبدأ نجيب الصنفرة بتاعتنا ونصنفرها من الحروف تنعيم الخشبة عشان خاطر في الدهان تبقى شغلنا يبقى نظيف. صنفرناها تمام. هنحتاج بقى 4 قطع سويد تخانة سنتي في سنتي، أو اللي معايا دي سنتي ونص في سنتي، دول 3 سنتي، هنقطع 4 قطعيات. والمتاحة عندك سنتي في سنتي، سنتي في سنتي ونص، سنتي في 12 مللي، 12 مللي في 12 مللي، مفيش مشكلة، هنقطع 4 قطع 3 سنتي. معلش أنا سجلت الصوت تاني لأن الصوت معايا وقت التصوير باظ، فاضطريت إن أنا أسجله تاني. وهنحتاج قطعة طول 7 سنتي. وهم دومات اللي احنا هنستخدمهم، 4 قطع سنتي في سنتي في 3، وقطعة طول 7 سنتي، وقطعة الكونتر 10 في 10. وهنبدأ ننعم الخشب بتاعنا، ننعم حروفه عشان ما يجرحش التليفون ولا يجرح ايدينا، وفي الدهان يطلع شكله حلو باستخدام الصنفرة. انا مثبت حتة الصنفرة دي على قطعة خشب بمسامير من الجناب عشان تبقى سريعة معايا في الشغل سهلة. نعمل خشب كده خلصنا كده تمام. صنفرة نبدأ نوسع المسمار، وهنعمل من ورا تجويف لرأس المسمار عشان ما تبقاش بارزة. هنبدأ نجيب الغرة باستخدام مسامير 2 سنتي، وهنثبت قطع الخشب بتاعتنا كل واحدة بمسمارين من ورا كده، شوية غيرة على قطعة الخشب ونسمر نثبت بمسامير. ما عندكش مسامير وغيرة مفيش مشكلة، ممكن باستخدام أي لزق سريع سوبر جلو أو أمير موجود عندك، مش شرط إن يكون غيرة ومسامير. وبنثبت ال4 قطع بتوعنا، وفي النص هنيجي وهنجيب برضه هنحط نقطة غير على القطعة بتاعتنا 7 سنتي ديت، وهنجيب مسمار سن صاج ونثبته باستخدام المفك. يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو وتتركوا لنا تعليق إذا كان عجبكم الحامل ولا لأ، وقولوا لنا رأيكم إيه. ويا ريت لو أول مرة تشوف القناة تشترك وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد مننا. ويا ريت تشاروا الفيديو لو عجبكم عشان يصل لأكبر قدر ممكن، لأن ده دعمكم لنا. وهنبدأ إن احنا ندهن الحامل، هنفرد قطعة ورق عشان نبوظ الأرضية بتاعتنا، وهنبدأ رشه باللون اللي يعجبنا. وهسيبكم تستمتعوا بالحامل بعد ما نخلصه، وإن شاء الله نتقابل على خير في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.